Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين وحياكم الله أينما كنتم. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي سنتعرف فيها معا على برنامج يدعى أوراكل بفيرتيال بوكس. هذا البرنامج يساعدنا كثيرا في تشغيل عدة أنظمة التشغيل سواء ويندوز، لينكس، ماك على الحاسوب من دون الحاجة إلى حواسيب أخرى وتجربة أي نظام. الآن سنمر إلى شرح طريقه تحميل البرنامج وشرح طريقه تنصيبه على حاسوبي. فقط قم بدخول هذا الرابط، بعد ذلك أعزائي المتابعين سوف تظهر الصفحة بهذا الشكل، ثم تذهب إلى هنا داونلود هنا كما ترون، ثم تقوم باختيار الويندوز أو الماك أو اللينكس. خلاص أختار الويندوز بما أنني أشتغل على نظام الويندوز، سأقوم بالنقر هنا وسيتم تحميل البرنامج. سوري كما ترى أحبابي في الله، هذا البرنامج يتم تحميله الآن. أنا سأقوم بإقامة فيديو ريثم يتم تحميل البرنامج لأن لغة الإنترنت لدي بطيئة اكسترا اكسترا اكسترا. والآن أعزائي المتابعين نمر إلى طريقة تنصيب البرنامج. نقوم بفتحه كما ترون أعزائي المتابعين ثم Next. أنا لقد قمت بتثبيته سابقا لذا لا تقوم باختيار هذه اللايف لأنها لن تظهر لك بتاتا. أقوم بريباري هكذا ثم Next 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 Install لديك. أما لي أنا فيكون مخالف فقط بعض الشيء قليلا. قد انتظر حتى يتم تثبيت البرنامج، وفي قادم الدروس الحلقات ان شاء الله ساقوم بمشاركتكم شروحات خاصه بانظمه تشغيل لينكس ويندوز ماك وشرح طريقه تشغيلها على هذا البرنامج الوهمي. انتظر قليلا برك. قد تم تثبيته فينيش داتا أوراكل فيرتيال فيرتيال بوكس. نقوم بفتحه وهذه هي واجهة البرنامج أعزائي المتابعين. ولنقوم بالدخول إلى التفاصيل الأخرى، سأدعوها إلى حلقة أخرى إن شاء الله. إلى هنا وصلنا إلى هذه الحلقة أعزائي المتابعين، وأتمنى أن تكون قد أعجبتكم، وإذا أعجبتكم لا تنسوا النقر على زر لايك للاشتراك في صفحتي أنا لإعجابي صفحتي على فيسبوك وسبسكرايب للاشتراك في القناة ومتابعتي على جوجل بليس وتويتر أيضا. ويمكنك دائما زيارة دوامنا على الرابط التالي. إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.